انطلقت بجمعية الإمارات للفنون التشكيلية ورشة الخط العربي في حب زايد ضمن ملتقى الخط العربي بالتعاون مع دائرة الثقافة بالشارقة بمشاركة 15 فنانا وفنانة من مختلف الأعمار، والتي تستمر لمدة أسبوع بمقر الجمعية في منطقة الفنون. في رواق جمعية الإمارات للفنون التشكيلية التقى مجموعة من الرسامين ليبحر كل فنان بريشته وخياله الإبداعي، وهو يستخدم ألواناً يرسم من خلالها لوحة تعبر بخطوطها وألوانها عن حكاية أو قصة، أو لربما قد تكون شخصية استثنائية، وهو الأمر الذي عبر به المشاركون من خلال الورشة الفنية في الجمعية. هدف الورشة التواصل الفنانين وإبداعهم طبعا مع الجمعية، مع دائرة الثقافة والإعلام، من خلال ملتقى الخط العربي. تنظيم هذه الفعاليات، هذا الورش، يحيي من خلال تواصل وتبادل المعرفة والخبرات بين الفنانين. دائما للون طريقة مختلفة للتعبير عن الحب، فهكذا عبر الفنانون بلوحاتهم. فهنا كان لون علم الدولة يغطي هذه اللوحة لتتزين بحكمة من حكم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وهنا أخرى تتشكل بملامح القائد المؤسس. هذه المناسبة تعطي زخما وتعطي إلهاما لكل فنان يعمل في مجاله، سواء كان رسم أو خط أو تشكيل أو ما إلى ذلك. فنحن اليوم بصدد عمل ضمن هذه الورشة، تقدمت بلوحتين. المرة دي أنا حاولت أركز على الخط العربي كتخصص، عشان يعني المعرض لما يكون جاهز للمشاهدة افتتاح للجمهور يكون في اختلاف في اللوحات. وبعدين كمان حاولت أعكس أقوال الشيخ زايد. جاءت الورشة بعنوان في حب زايد، وتستمر أسبوعا كاملا بمشاركة 15 فنانا وفنانة من مختلف الثقافات ضمن سلسلة من الورش التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع دائرة الثقافة بالشارقة، لينتج من هذه الورشة مجموعة من الأعمال تشارك في ملتقى الخط العربي مطلع الشهر القادم. في حب زايد أتت هذه الورشة التي تنظمها دائرة الثقافة بالتعاون مع جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، ليعبر الفنانون عن حبهم للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه. لأخبار الدار، وليد الأصبحي من الشارقة.